هناك ملاحظة ممكن يكون لاحظها الآباء والأمهات في متابعة تعليم أبنائهم للكتابة والقراءة. في بعض الأحيان عند كتابة الأطفال لعبارات بالإنجليزية أو بالعربية تظهر هذه العبارات بشكل معكوس. هناك تفسير منتشر أن السبب هو أن كثير من المدارس تعلم الأطفال اللغتين العربية والإنجليزية، وبسببها الطفل يخلط بين العربية التي تكتب من اليمين لليسار والإنجليزية التي تكتب من اليسار لليمين. الحقيقة أن هناك سبب علمي لهذه الظاهرة، واليوم في ورق خاص سنتعرف على السبب. شكرا لدعمكم لورق. في ورق نقدم سلاسل متنوعة، منها ورق في التاريخ والتي نغوص من خلالها في التاريخ ونطرح قصص مختلفة ومنوعة، إضافة لعدد كبير من المواضيع والتي نقدمها في 4 حلقات أسبوعية. ادعم المحتوى الهادف من خلال الاشتراك. هذه الظاهرة تسمى بالكتابة العكسية (Mirror Writing) وتزيد للأطفال تحت عمر 7. هذه الظاهرة رغم غرابتها لكنها تعتبر ظاهرة طبيعية وتوضح كيف يعمل مخ الإنسان. الكتابة من أهم المهارات اللي يتعلمها الطفل خلال دراسته، وهي تمر بمراحل مختلفة. أولاً يجب أن يتعلم الطفل أشكال الحروف وطريقة نطقها، ثم يتعلم كيف يربط هذه الحروف ليكون كلمات، إضافة لاتجاه القراءة واللي تتنوع بتنوع اللغات اللي يتعلمها الطفل. هناك أنواع مختلفة للكتابة العكسية، والأنواع تزيد في اللغة الإنجليزية حيث أن الحروف تكون منفصلة. هناك من يكتب الكلمة بشكل كامل صحيح، فقط حرف أو حرفين يكونوا معكوسين. قد نعتقد بأن السبب الرئيسي هو أن الأطفال لا يزالوا في فترة التعليم، ومن السهل عليهم الخلط بين أشكال الحروف، لكن الصحيح أن الأطفال ينظرون للأمور بشكل صحيح. مخ الإنسان يستطيع تمييز الأشكال والأشياء حتى لو كانت معكوسة. فهذه الصورة مثلا هي لأسد، وإذا عكست الصورة فالمخ سيتعرف عليها بأنها صورة لأسد، حتى لو قلبت الصورة فالمخ سيستطيع التعرف عليها. وهذه طريقة تمييز المخ للأشياء. الطفل يرى بأن حرف K هو نفسه حرف K حتى لو كان معكوس. ولو سألت أي شخص عن تمثال الحرية سيتذكر بأنه تمثال لامرأة تحمل مشعل، ولكن الأغلب سيفشل في معرفة أي يد تحمل هذا المشعل، لأن المخ يميز التمثال حتى لو كان معكوس. ونفس الشيء بالنسبة للشعار أبل، كلنا نعرف بأنه عبارة عن تفاحة مأكولة، ولكن من أي جهة ستكون الإجابات متفاوتة. المخ يرى الأشياء بشكل ثلاثي الأبعاد، فالكلب سيبقى كلب لو نظر لليمين أو اليسار، ولكن الكتابة في الورقة هي ثنائية الأبعاد، وهناك قوانين للكتابة مختلفة عن قوانين الطبيعة، فالحرف M سيختلف لو قلبناه ويصبح W، وهنا يحصل الخلط للأطفال، يعني أن هذه الظاهرة هي ظاهرة صحية، ومعناها أن عقل الطفل يعمل بشكل صحيح. من أشهر من كان يكتب بهذه الطريقة هو ليوناردو دافنشي، فأغلب كتابات دافنشي كانت بأسلوب الكتابة العكسية (Mirror Writing). هناك نظرية تقول بأن ليوناردو كان مصاب بما يسمى بالديسلكسيا أو عسر القراءة، وهناك نظرية أخرى قد تكون صحيحة أيضا، هي أن ليوناردو كان يكتب باليد اليسرى، ولأنه كان يكتب من اليسار لليمين فكان إذا حاول أن يكتب بالشكل الطبيعي كانت يده تلطخ الحروف اللي كتبها بسبب أن الحبر لم ينشف بعد، ولهذا ابتكر هذه الطريقة. وهناك تفسير آخر يقول بأنها شفرة من دافنشي نفسه، وبسبب طبيعة عمل المخ اللي ذكرناها سابقا كان الموضوع سهل على ليوناردو دافنشي للتعود على طريقة الكتابة هذه. هناك أيضا بحث يرى بأن من يكتب باليسار لديه قابلية أكبر للكتابة العكسية ممن يكتب باليمين، ومن يعاني من عسر القراءة لديه قابلية أكبر للتأقلم مع الكتابة العكسية. إذا عجبك المحتوى ادعمنا من خلال الاشتراك. ممكن تشوف فيديوهات أخرى لورق خاص أو فيديو من مواضيع قناة ورق المنوعة.